السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم بدرس جديد لمادة تغذية الحيوان العملي للمرحلة الثانية. اليوم درسنا هو تكملة لما بدينا به بالأسبوع الماضي. عنوان درسنا بالأسبوع الماضي كان digestion trials in farm animal، اللي هي تجارب الهضم في حيوانات المزرعة. تكلمنا عن تجارب الهضم وتكلمنا شلون نختار الحيوانات المناسبة أو الملائمة لتجربة الهضم، وشنو مواصفاتها، وش قد تكون أعدادها، وكيفية نحضرها بالبريليمينري بيريد ونهيئها. بعدين ننتقل للتجربة الأساسية بمين بيريد. وأيضا في نهاية المحاضرة انتينا ثلاث تعاريف مع الإكويجن الأساسية، اللي هي التعريف الأول digestion coefficient اللي قلنا هو البارت of that not of the food that not secreted in dunk feces which is supported to be absorbed by the animal. وتعرفنا على الإكويجن مالته اللي هو digestible coefficient، عبارة عن الاماونت اوف فود انتيك ناقص الاماونت اوف فود ان دانك على الاماونت اوف فود انتيك في 100، اللي يساوي لنا الاماونت اوف دايجستد فود على الاماونت اوف فود انتيك في 100، يعني كميه الغذاء الماكول ناقص كميه الغذاء المطروح بالروث او بالدانك على كميه الغذاء الماكول في 100، ويساوي لكمية الغذاء المهضوم digested food على amount of food intake على كمية الغذاء المأكول في 100. هاي معادلة digestion coefficient. أما الترم الثاني أو المصطلح الثاني اللي أيضا تعرفنا على تعريفه وعلى الإكويجن مالته هو total digestion nutrient اللي اختصرناه بالTDN، اللي هو عبارة a term represents the thermal العفو the thermal energy in the food and also is the term for measuring the nutritional value of feed material. والTDN يساوي لنا digested protein DB زائد بالمية زائد digestible fiber زائد digestible carbohydrate زائد digested fat اللي نضربه في 2.25. هذه المعادلة مال TDN. الترم او المصطلح الثالث اللي تعرفنا عليه اللي هو digested protein or digestible protein، اما نسميه digested protein او نسميه digestible protein اللي هو DB. It is that part of protein digestion and stain less learned from it، يعني جزء البروتين المهضوم واللي ما يبقى او يتبقى جزء كلش قليل من عنده، هذا معناه digestible أو digested protein. واللي الإكويجن إليه هي digested protein يساوي لي digestion coefficient اللي تعلمنا شلون نحسبه مو بالسلايد القبل الفات القبلة، والبروتين content in food from table of chemical analysis عالمية، يعني المعامل الهضم في كمية البروتين كيميائي عالمية كيميائي عالمية. اليوم حندخل أكثر بتفاصيل المعادلات الرياضية اللي متعلقة بال digestion trials، يعني اللي متعلقة بال تجارب الهضم في الحيوانات المزرعية في حيوانات المزرعة العفو. أول مثال طبعا حنعطيكم مثالين وحنعطيكم أيضا مثال ثالث اللي هو homework تحلوا لي اياه وينزل لي الاتندنس شيت مثل ما سوينا بالاسبوعين او الثلاثة الفاتت. عندنا اول مثال اللي هو example 1 yellow corn contains 8.9% crude protein and the digestion coefficient of protein was 77%. Find the percentage of DB of protein. عندنا مثل ما تعرفون حضراتكم بالسلايد السابق او تعرفنا على تعريف الدايجستبل او الدايجستد بروتين وانطينا المعادله اليه، اللي قلنا الدايجستد بروتين ايش يساوي لنا دايجشن كوفيشنت اللي هو الدي سي في البروتين كونتنت ان فود فروم تيبل اوف كيميكال اناليسيس، كميه البروتين من جدول التحليل الكيميائي عالميه.
هسه لو اجي اريد اطبق هنا هذا على هذا القانون، ارجع للسؤال عندي منطيني الدايجشن كوفيشنت هو ايش قد؟ هو 77%. هذا 77% حظل له هذا معامل الهضم، او غيرت لونه بالاحمر. اوكي، والبروتين، محتوى البروتين من جدول التحليل الكيميائي، انت نقول برويلو كورن كونتينز 8.9% كرود بروتين، اذا قد محتوى بجدول التحليل الكيميائي 8.9. اجي اضرب هذا في هذا اقسمه على 100 يطلع لي بالمية الدي بي لليلو كورن. حجي اطبقه هنا، اروح للانسيرت، اقول له ايكويجن حتى تدخل الارقام بشكل مرتب. اوكي زين، هنا عندنا 77 ملتبلاي ب 8.9 ومقسومة على ايش قد نقسمها على 100، ايش راح تساوي لي؟ تساوي لي 6.85 بالمية. ها شنو هذا الدي بي، او اقدر اقول الدايجستد بروتين ان يلو كورن. اذا مختصر بشكل سريع اعيد المثال بشون حليناه. المثال يقول انا عندي يلو كورن يحتوي على 8.9% كرود بروتين. اذا هاي 8.9 منين جايه؟ جايه من جدول تحليل كيميائي محللي ولاقين بيه 8.9% كرود بروتين. الان ذا دايجشن كوفيشنت اوف بروتين ومعامل الهضم لهذا البروتين نفسه هو ايش قد؟ 77%. المطلوب شنو المطلوب؟ فايند ذا دي بي اوف بروتين، يعني المطلوب انه نجد الدايجستد بروتين الدي بي. قانون عندي قانون اني اكون حافظته، اعرف انه الدايجستد بروتين او الدايجستبل بروتين احسبه عن طريق ضرب معامل الهضم اللي هو الدايجشن كوفيشنت في شنو؟ في البروتين كونتنت ان فود، يعني محتوى البروتين بالغذاء اللي اخذه من جدول التحليل الكيميائي واقسمه على 100. عندي اذا 77 في 100 في سوري في 8.9 تقسيم 100 الناتج حيكون 6.85، هذا الدايجست بروتين ان يلو كورن. طبعا ممكن نفس المثال اريد مو دايجستبل بروتين، اريد دايجستبل فايبر، هذا حجيب لكم اياه مثال. اريد مثلا الدايجستبل، بعد ايش عندنا مثلا غير الفايبر؟ الدايجستبل كربوهيدرات. اوكي يكون كله شنو؟ يكون كله نفس هاي المعادله، بدل دي بي اقول دايجستبل فايبر، دايجستبل مثلا كربوهيدرات، وهكذا. ننتقل للمثال اللي بعده اللي هو مثل ما تتذكرون احنا من حكينا على تجارب الهضم، قلنا اكو نوعين لتجارب الهضم اللي هي الدايركت دايجشن ترايلز والاندايركت دايجشن ترايلز. اذا عندنا تجارب هضم مباشره وتجارب هضم غير مباشرة. بالنسبة للتجارب الهضم المباشرة، قلنا احنا حناخذ فقط المباشرة. دائما بخلون ببالكم تجربة الهضم المباشرة هي تجرى على نوع واحد من الأعلاف، يعني أما هي أو ألفا ألفا أو ما يصير نجمعهن اثنينهن، بس جت بس برسيم، مو عندي جت وبرسيم وخابطتهن بخابطة ودخلتهن اثنينهن بتجربة ألف، لا، نوع واحد من انواع العلف. من يصير النوعين يصير indirect digestion trials، والindirect ما حندخلكم بيها لان حساباتها كلش معقدة ويعني شوية صعبة عليكم، فما ندوخكم بيها، حنتكلم فقط عن indirect digestion trials. اذا لو نبتي نحل السؤال عندنا بهذا السؤال، مثل ما تلاحظ
An experiment of digestion was performed on rum eating dry completely hay per day 1000 gram and the dank cat per day 400 gram. The chemical analysis of each hay and dank was as follows. عندنا رام قدموا له هاي بكمية 1000 غرام بكل يوم، الأكلة 1000 واللي طرحها 400، والجدول التحليل الكيميائي للمادة المأكولة وللمادة الإندانك هو بالجدول هذا اللي بالأسفل اللي هنا موجود بالأسفل اللي هو يحتوي على كرود بروتين، كرود فات، كرود فايبر وسوليوبل كربوهيدرات، وبالانتيك البروتين 15، الفات 2 والفايبر 25 والسوليوبل كربوهيدرات 8، وبالدانك بالفيسز البروتين 10 والفات 4 والكرود فايبر 20 والسوليوبل كربوهيدرات 16. أول مطلب بالسؤال يريد give the kind of digestion experiment، وثاني مطلب calculate the total digestion nutrient. إذن عندي بهذا السؤال مطلبين، إذا أجي أجاوب على المطلب اللي هو A، شنو نوع تجربة الهضم؟ مثل ما قلنا قبل شوية أنه أني كل تجربة هضم بيها مادة غذائية وحدة مقدمتها فهي أعتبرها تجربة هضم مباشرة. تشوفون هنا دي يقول لك رام eating dry completely hay، فقط hay ماكو غير نوع من المواد العلفية، وهنا الجدول فقط intake وindank، مو لو عندي أكثر من مادة غذائية كان أكثر من intake، يعني مرتين intake ومرتين indank لأن تكون متداخلة. فإذا هو بس هاي دي يتغذى، إذا نوع تجربة الهضم أو أكتب direct digestion trials. زين ننتقل للفرع بي. بي شاهد من عندي أنه أحسب الـ total digestion nutrient. طبعا إحنا نخلي بالنا من نحسب التي دي ان ونطلع معاملات الهضم، دائما احنا معامل الهضم للرطوبه بالماده الغذائيه ما نحسبه او ما نلاحظه. ليش؟ لانه ليس للماء قيمه حراريه او بروتينيه وتنحصر قيمتها في المساعده على اتمام العمليات الحيويه داخل الجسم. اذا الماء ما ينطينا لا اي قيمه حراريه او بروتينيه، هو وظيفته شنو؟ هو وظيفته فقط ينظم لي او يتمم لي العمليات العفو الحيويه داخل الجسم. ايضا الاش فلا تحسب له معامل هضم، لان كثير من الاملاح المعدنيه الموجوده بالماده العلفيه يستفيد منها الحيوان في بعض العمليات الحيويه بالجسم ثم يطرحها ثانيا بعد اداء وظيفتها، ولذلك يجرى للرماد ما يعرف موازين الماده المعدنيه المينرال بالانسز لمعرفة مدى استفادة الحيوان من الأملاح المعدنية بالمادة الغذائية. إذا معامل الهضم أيضا ما أحسب للرماد، ليش؟ لأن الرماد قلنا هو عبارة عن معادن، هاي المعادن يستفاد منها الجسم بالعمليات اللي يريد يستفاد منها داخل يعني الجسم، بعدين ينطرح بدون أن يمتص أو يصير لامتصاص، فإذا يريدون يقدروه في الطريقة يسموها المينرال بالانسز. إذا هسه نرجع ونكمل حل السؤال المطلوب الثاني أو فرع بي هو حساب التي دي ان. أول شيء من دا يقول لي تي دي ان، إذا أجي شنو أسوي؟ أحط تي دي ان يساوي، أحط لي قانون التي دي ان شو يساوي لي؟ يساوي لي digestible protein اللي هو انطينا القانون من عرفنا السؤال. من عرفنا سوري شنو هو تي دي ان؟ دايجستبل بروتين قلنا هذا دي بي بي بالمية اوكي زائد سوري زائد شنو دايجستبل فايبر فايبر اللي هو ايش حيصير؟ حيصير دي اف ونحطه بين قوسين ايضا هنا بالمية اوكي زائد الدايجستبل كربوهيدرات اوكي اللي يصير نفتح قوس دايجستبل
CHO بالمية، وآخر شيء زائد شنو؟ digestible fat. افتح قوس DF also شنو بالمية. وطبعا لا تنسون دائما digestible fat بيش اضربه؟ اضربه في 2.25 multiply by شنو 2.25 حتى صحح قيمته. لهنا هذا القانون كتبناه حنجي نطبق عليه. هنا اريد ارجع هذا القانون حسوي له كوبي، اسوي له بيست بالسلايد الثاني حتى يصير قدام عيني. حرجع اكرره هنا. اوكي، هسه حبدي احل بجزء جزء. اول شيء لازم ارجع للجدول ايضا واتعرف على اول ماده حجي احسب لها كميه البروتين الماخوذ بالهي اللي هي البروتين. اذا كميه البروتين الماخوذ بالهي حسب جدول التحليل الكيميائي واللي ماكول هو شقد؟ هو 15. فحجي حتى اطلع الاماونت هنا، الاماونت اوف بروتين انتيك ان هي شو يساوي لي؟ يساوي لي 15. بس لحظة اسوي لكم الانسيرت الاكويجن. فانكشن عندنا 15، مو قلنا هي 15%؟ اذا هي 15 على شقد؟ على 100. اضربها بشقد؟ اضربها بألف. هسه تقول منين جبت هذا الالف؟ هذا الالف كمية المأكول المقدمين للحيوان من الجدول. قلنا الانتيك هو شنو بالنسبة للبروتين؟ بالنسبة من التحليل الكيميائي هي 15%، والانتيك اللي مطيتها بالسؤال فوق هي الف. اكل الف، قدمنا له الف وطلع طرح شقد؟ طرح 400. فاني هسه ارد اعرف كمية شقد البروتين اللي اخذه فعلا. ايش حيساوي لي؟ حيساوي لي 150 غرام. اوكي، نرجع نفس الشيء هطبقه على كل البقيه. هطبقه على اليمن، حرجع على ثاني واحد بالجدول. شنو هو ثاني واحد بالانتيك؟ اللي هو الجرود فات. هم نفس الشيء، هالمره الاماونت اوف كرود فات. اوكي، انتيك ان هي ان هي ايش حيساوي لي؟ هستعمل حتى اسرع، نقول 2 لان هو 2%، ف 2 ديفايدد باي 100. اوكي، حطها بين قوسين، مطلب لاي بشقد؟ بألف، مضروب بألف. ايش حيساوي لي؟ حيساوي لي 20 غرام. 20 غرام. ارجع هالمرة على اليمن، حروح هالمرة اروح على الكرود فايبر الاماونت اوف كرود فايبر انتيك ان هي ايش حيساوي لي؟ الكرود فايبر بالجدول هو 25. اذا 25 في على سوري على 100 بين قوسين في ألف ايش حيساوي لي؟
25 على 100 في ألف 250 غرام. 250 غرام. آخر شيء اللي هو الأماونت أوف NFE. أوكي. أوف NFE. F dot E. إيش حتساوي لي؟ طبعا لو نرجع هنا يقول الكربوهيدرات مو الان اف اي. Amount of digestible إذن الأماونت أوف دايجستبل كربوهيدرات اللي نفس السالب الكربوهيدرات بالجدول إيش حتساوي لي؟ حتساوي لي 8 على 100، 8 تقسيم 100 ومالتبلاي بمن؟ مالتبلاي بألف. بألف هاي تساوي 80 غرام. 80 غرام. إذن هاي كمية دايجستبل كربوهيدرات. هسه حنتقل واطلع كمية البروتين والفات والكرود فايبر والكربوهيدرات وين بالدنك بالفيسز. نفس الخطوات لكن بدل ما اعوض بألف اعوض بأربعمية. ليش؟ لان هو المطروح اللي بالسؤال مطينا اياه كان 400. حرجع اقول amount of protein excreted in dunk of protein excreted in tank. ايش حيساوي لي؟ حيساوي لي 10 على 100. طبعا 10 هاي ال 10% اللي جبتها من جدول التحليل الكيميائي الموجود بالسلايد اللي اعطينا به السؤال. 10 على 100 في 400. افتح قوس هنا 10 على 100 multiply بمن؟ ب 400. وش قد حيساوي لي الناتج؟ يساوي لي 40 غرام. 40 غرام سوري غرام. هنا الاكسكريتد بتم اي. اوكي زين نرجع للأماونت هالمرة اوف منو؟ اوف كرود فات. كرود فات اكسكريتد ان دانك ايش حيساوي لي؟ 4% من الجدول. اذا 4 على 100، 4 تقسيم 100 واضربها بهيش كيف؟ اضربها في 400 اللي هو موجوده بالسؤال المطروح. سوري 4 على 100 في 400 حتساوي لي 16 غرام. 16 غرام. نرجع للوراء اللي هالمره الكرود فايبر اللي هو اماونت of crude fiber. Crude fiber excreted in dunk
حيساوي للفايبر 20%، اذا 20 تقسيم 100 ملتبلاي ب 400 ايش تساوي لي؟ تساوي لي 80 غرام. اخر شيء اللي نكبرها شوية لان يعني صارت كلش صغرت، 14 هسه حنرجع لاخر شيء اللي هو ديجستبل الكربوهيدرات او سوليبل الكربوهيدرات ايضا اماونت اوف ديجستبل تي اتش او، خلنا نختصرها اكس اي جيت ان بانك تساوي لي ايش قد عندنا بالجدول ال 16 هنا 16 تقسيم 100 واضربها بايش قد؟ اضربها ب 400 اللي هو معطى بالسؤال، ايش يساوي لي؟ يساوي لي 64 غرام. لهنا اذا حسبنا الاشكيت كمية كل وحدة من مكونات المادة الغذائية زين على اساس التحليل من جدول الكيمياوي وعلى اساس اللي قلت انا اشكيت مأكول واشكيت مطروح. هنا هذا قلنا اكل اشكيت انطيناه الف واشكيت طلع من عنده ورا ما اكله 400، فاريد اعرف اشكيت هسه اريد اعرف اشكيت شنو اشكيت كمية المهضوم لكل وحدة من ذني البروتين والكرود فات والكرود فايبر والدايجستبل كاربوهيدرات. اجي اتعرف على كمية المهضوم اقول الاماونت اوف دايجستبل فيد دايجستبل فيد ايش حيساوي لي اذا كمية المهضوم؟ هو كمية المأكول ناقص كمية المطروح بالدنك حيساوي لي الاماونت اوف فيد انتيك ناقص الاماونت نسويها مكابتل اوف فيد ان دنك. اذا اجي لاول ماده اللي هي الكرود بروتين السيبي حاسميها ماكو داعي للنقاط كرود بروتين ايش حيساوي ايش قد ماكول؟ هنا اجي بالكرود بروتين اول وحده حسبتها ايش قد ماكول؟ 150. ايش قد انطرح الصافي بالغرام؟ 40. اذا 150 ناقص 40 150 ناقص 40 ايش حيساوي لي؟ 150 ناقص 40 يساوي لي 110. هاي شنو؟ هاي غرام المهضوم غرام الدايجستد فروم كرود بروتين. اوكي نرجع نفس الشيء بالنسبه لمال الكرود فات. كرود فات حسميها حتى ما خربط ويا الفايبر اثنين لان اذا ارمز لهم يصير سي اف. ايش حيساوي لي؟ ارجع للفات ايش قد ماكول؟ خل اغير اللون حتى ماشون وياه. ايش قد ماكول؟ 20. اوكي ايش قد مطروح؟ 16. ايش قد الفرق؟ 4. 20 هنا 20 ناقص 16 ايش حيساوي لي؟ يساوي لي 4 غرام هم digested from
كرود فات digested from crude sea fat. هسه حنرجع منو حنرجع على الكرود فايبر. اوكي حيساوي الكرود فايبر، اغير لكم اللون، اختار يا لون، اختار لون برتقالي هالمره. ايش قد انأكل زين، ايش قد طلع يعني الانتيك مالته 250، وايش قد اللي بالدنك 80، ف 250 و50 ناقص 80 ايش حيساوي لي؟ حيساوي 170 غرام. هذا digested from crude fiber. digested from crude fiber. نرجع آخر شيء اللي هو منو قلنا؟ قلنا ال digestible protein. مو بروتين، صار digestible carbohydrates. digestible or soluble. CHO CHO ايش حيساوي لي؟ ايش قد انأكل؟ نغير اللون، او ايش قد اللي صار الانتيك المضبوط؟ هنسويه اخضر. عندي 80 اوكي، وعندي 64 اللي ننطرح بالدانك. 64 80 ناقص 64 ايش حيساوي لي؟ 16 حيساوي، سوري، يساوي 16. هذا ايضا غرام. digested from digestible carbohydrate. digestible CHO. والهاي سبيس لازم. اوكي لهنا اذا عرفنا شنو، عرفنا كمية المهضوم. ايش قد عرفت انه الحقيقي اللي انهضم الدايجستد مأكول شلون؟ هسه حجي شو اسوي؟ حجي اطبق القانون مال الدايجستبل كوفيشنت مال معامل الهضم، لان معامل الهضم احنا قلنا لازم عندي مأكول ناقص مطروح اللي هو حينطيني مهضوم على كمية المأكول في 100. هسه اذا حننتقل للخطوة الثانية ونحسب الخطوة يعني الاخرى، ونحسب معامل الهضم الكل واحد من ذني الاربعة. حنتقل لسلايد جديد، وحجي هنا اول ما اسوي شنو؟ اكتب القانون مال معامل الهضم اللي هو، بس نصغر الفونت 24. اوكي digestible coefficient حيساوي لي الامونت اوف digested فود على الامونت اوف فود انتيك في 100. حتى اكتبها لكم واضح، خلينا نجيب equation. بس هنا الفوق نقول amount of digested food على ال amount of food intake جوا، ال amount of food intake كل هذا ملتبلاي بمية. زين نرجع ونطبق هسه لكل واحد من اللي ذكرناهم. بالنسبة للدايجستبل هكتبها مختصرات، كوفيشنت المن للكرود بروتين ايش حيساوي لي؟ يساوي لي 110 على 150
اوكي اضربها في شكيت في 100 في 100 ايش حيساوي لي؟ يساوي لي 73%، هذا معامل الهضم للكرويد بروتين. هسه هرجع هذه اشرح لكم اياها على السريع. معامل الهضم، احنا معامل الهضم عرفناه بواحد من السلايدات اللي عدناها اليوم، قلنا يساوي المأكول ناقص المطروح على المأكول في 100. لو اجي هنا للسلايد القبله، هنا عندي اني المأكول مال البروتين ايش قد طلعته؟ طلعته 150، زين. والمطروح ايش قد طلعته؟ طلعته 40. ايش قد الفرق بيناتهن؟ المهضوم 110، زين. 110 على من قسمتها؟ قسمتها على المأكول نفسه على 150 اللي طلعته هنا وضربته في 100، زين. لان احنا قلنا المأكول ناقص المطروح، سوري مو المهضوم ده، ناقص المطروح، المأكول ناقص المطروح اللي يروح بالدانك، هذا هل قد دخل كميه انهضمت وصارت عليها عمليات تفاعل داخل الجسم؟ ال 150 طلع منها بس 40، زين. الفرق ما بين ال 150 عن ال 40 هذا شنو؟ هذا مهضوم. مهضوم انهضم واستفاد من عنده الجسم. ايش قد طلع الفرق مالتهن؟ طلع الفرق مالتهن 110. اجي هاي ال 110 وين احطها؟ احطها بالمعادله مال معامل الهضم، 110 على 150 اللي هو المأكول الصافي اللي حسبناه بالغرامات، اضربها في 100 تطلع لي 73%. هذا الدايجشن كوفيشنت مال منو؟ مال الكرود بروتين. نفس الحاله حجي المن كلهن، وين احطهن اطبقهن كلهن؟ كلهن حجي اطلع لهن دايجشن كوفيشنت. دايجشن هم كوفيشنت مال منو هالمره؟ مال الكرود فات. فات ايش حيساوي لي؟ حيساوي لي 4/20، 4 × 20، اوكي. واقسمها على جي، اضربها في ايش قد؟ اضربها في 100 حتى اطلع معامل الهضم في 100. ايش يساوي لي؟ يساوي لي 20%، اوكي، زين. هسه ننتقل لمن؟ ننتقل للدايجشن ايضا كوفيشنت مال منو؟ مال الكرود فايبر. الكرود فايبر ايش يساوي لي؟ مال الكرود فايبر يساوي لي 170 على 250. 170 تقسيم 250 ست القوس، اضرب في 100، اضرب في 100 حتى اطلع معامل الهضم. ايش حيساوي لي؟ يساوي لي 68%، اوكي. ارجع للوراء اللي اخر واحد اللي هو الدايجشن كوفيشنت مال منو؟ مال الدايجستبل كربوهيدرات. ايش حيساوي لي؟ 16/80، افتح قوس اقول 16 تقسيم 80 اسد القوس، اضربها في ايش قد؟ اضربها في 100. ايش حيساوي لي؟ حيساوي لي 20%، اوكي. هسه اذا طلعنا معامل الهضم لكل واحد من الاربعه الموجودات بالجدول اللي هو الكرود بروتين والكرود فات والكرود فايبر والدايجستبل كربوهيدرات. اجي هسه اطبق المعادله الثانيه اللي هي الدايجستبل، الدايجستبل بروتين اللي هي نفسها دايجستبل كرود فات ودايجستبل كرود فايبر، زين، ودايجستبل للكربوهيدرات. حتى لي حتى شنو؟ حتى ارجع اخر شيء احسب التي دي ان اللي هو، لان قلنا تي دي ان لازم شنو؟ هنا رجعت لكم على السلايد، لازم دايجستبل بروتين بدايجستبل فايبر بدايجستبل كربوهيدرات بدايجستبل فات. حتى احسب هذا الدايجستبل اول شيء لازم يكون عندي معامل هضم، معامل هضم طلعته لكل واحد. هسه ارجع اطلع شنو؟ اطلع الدايجستبل، يعني الدايجستبل بروتين قلنا شو يساوي؟ قلنا الدايجشن كوفيشنت
مال البروتين، يعني معامل هضم مال البروتين اضربه بالمكونات البروتين او تحليل البروتين من جدول التحليل الكيميائي. يعني هسه لو انزل ارجع اعيد المعادله، منين اجيب لكم اياها المعادله؟ من هنا اطبعها على السريع. هسه هذا الدايجستد بروتين او الدايجستبل بروتين، ايش قلنا؟ هذا قانونه، ما اخذها من السؤال، اخذ لكم اياها من السلايد مباشره. هذا اللي هو الدايجستد عرفناه وقلنا هذا قانونه. حاجي اسوي له كوبي وارجع احط لكم اياه هنا بيست على السريع حتى ما اخذ وقت بكتابته، وانتم تصير الشغله ممله لكم تتباعون. اوكي، اذا هسه هنا الدايجستد بروتين الدي بي قلنا دايجستشن كوفيشنت مال كل واحد، مال لكل واحد احسب دي بي ودي اف ودي للكرود فايبر ودي للكربوهيدرات. اذا اول واحد حجي منه حجي اقول دايجستد، خلينا نبدا بالبروتين. دايجستد بروتين يعني هنا بالمية ايش حيساوي لي؟ كبرها شوية لان كلش ناعمة صارت. اوكي، دايجستد بروتين ايش حيساوي لي؟ حيساوي لي 73 في 15 على 100، 73 في 15 اقسمها على ايش قد؟ اقسمها على 100. حيساوي لي 10.95، 10.95 طبعا هاي بالمية اللي هي هاي الدايجستبل او دايجستد بروتين. هسه منين جبنا 73؟ 73 هي معامل الهضم، هاي حسبتها هنا فوق قدامكم معامل الهضم مال الكرود بروتين. منين جبت ال 15؟ ال 15 موجودة هنا بالجدول، ايش قد الانتيك اللي هي من جدول التحليل الكيميائي هاي مال البروتين ال 15 اخذتها من الجدول. اذا المعامل الهضم اللي هو 73 بال 15 اللي جبتها من جدول التحليل الكيميائي ضربتها هنا اثنين هنا وقسمتها على ايش قد؟ قسمتها على 100 طلعت لي الدايجستد بروتين اللي هي 10.95%. نرجع وننتقل للبعده اللي هو بالمية المن بالمية للكرود فايبر للدايجستد. إذن دايجستد كرود فايبر ايش حيساوي لي؟ ايش قد معامل الهضم اليه؟ 20% هاي موجودة فوق، 20 اقسمها على ايش قد هو بجدول التحليل الكيميائي؟ 20 على 2 في 2 سوري تقسيم 100 في 2 مو ده في 2 اوكي نقسمها على ايش قد؟ نقسمها على 100 إذن هنا حقسمها على 100 تقسيم 100 ايش حيساوي لي؟ حيساوي لي 0.4 بالمية. هسه حنرجع على يمن بالمية المن بالمية للكرود فايبر دايجستد كرود فايبر ايش حيساوي لي؟ كرود فايبر 68 في 25، 68 في 25 على 100
اوكي، في 25 تقسيم 100 مش حيساوي لي 17%. اوكي 17%، واخر شيء اللي هو بالمية المهم للدايجستد soluble carbohydrate او digestible carbohydrate، digestible CHO حيساوي لي 20 في 8، 20 في 8 تقسيم 100، وحيساوي الناتج 1.6% بالمية. اوكي، لهنا طلعنا digested الكل واحد للبروتين، الكرود فايبر لل وللكرود فات وللدايجستبل كربوهيدرات. طبعا هاي فات مو فايبر، العشرين سوري هسه انتبهت عليها زين، 20 لان هي في 2 على 100. هسه حنجي نريد نحسب اخر شيء اللي هو المطلب الثاني اللي قلنا عليه اللي هو التي دي ان. نجيب قانون التي دي ان اللي هنا أنا عندي واجي احطه واعوض عليه، سوي له كوبي، ارجع للسلايد، بسوي له هنا احط القانون بيست شوي نكبر هم من يكون هم اوكي. هسه هنا حجي اعوض، اذا تي دي ان نكبر ايش حد يساوي لي؟ يساوي لي 10.95 زائد، اذا 10.95 زائد 0.4. هنا انا حضربها بشقد؟ حضربها 2.25، لان قلنا الدهن لازم ينضرب ب2.25. خلو الدهن اخر شيء لان حنمشي على القانون، ناخذ الفايبر، وين الفايبر؟ هنا الدايجستبل فايبر عندنا 17% زائد 17، اذا زائد ورا الفايبر منو بالقانون الدايجستبل كربوهيدرات اللي هو اخر واحد 1.6 زائد عندي الاخر شيء الفات اللي هو 0.4 اضربه في 2.25 0.4 multiply بمن 2.25 نحطهم بين قوسين. اوكي هسه ايش حيساوي لي الناتج النهائي التي دي ان؟ حيطلع لي 30.45 بالمية طبعا. اوكي هذا ال تي دي ان اللي هو المطلب الثاني اللي موجود كان بالسؤال. اول مطلب قلنا هو نوع تجربة الهضم، اوكي، وثاني مطلب هو راد شنو؟ راد التي دي ان، فطلعناهم اثنينهم. قلنا تجربة الهضم هي ايش قد طلعت لنا؟ تجربة الهضم طلعت لنا مباشرة، نوعها كان مباشر لأن نوع واحد من العلف، والتي دي ان هسه حسبناها ياته قدامنا، طلعنا الناتج النهائي للتي دي ان اللي هو طلع، ارتبها حتى اسحبها لكم. التي دي ان طلع اخر شيء قلنا 30.45 الناتج النهائي. بس هنا نرتبها حيات، هنا الناتج النهائي يطلع لنا 30.45. بدي ينجز كلش بالسكرين. المهم احنا قلنا 30.45 هسه يطلع لكم بالبرنت، واوضح السلايد قبل ما انزل لكم اياه بالطباعة. خلينا نجي هنا
احسن شيء هذا كله احول لكم اياه على سلايد اخر حتى يصير واضح. اوكي واضح هنا قانون تي دي ان شنو تجي معناهن. اخر شيء وش قد طلع لي الناتج النهائي لل تي دي ان المطلب الاخير او المطلب بي لهنا. اذا هذا السؤال انتهى. ادري هو مطول وبه هواية تفاصيل، ما اعتقد حيجيكم بالامتحان، يعني 80% ما يجيكم بالامتحان. حتى السؤال المثالاني اللي انطيته بسيط مثل المثال الاول اللي طبقته وياكم، بس مجرد يعني يبقى عندكم بالريكورد مالتكم وتتعلمون شلون تحسبون. فلهنا اذا اليوم درسنا كان شنو؟ درسنا كان كملنا الدايجيشن ترايلز ان فارم انيمال، كملنا تجارب الهضم بحيوانات المزرعه. عندنا التعاريف والقوانين اللي انطيناها ذاك الاسبوع وطبقنا عليها امثله مثاليا اكزامبل 1 واكزامبل 2. هالاسبوع ايضا حنزل لكم اتندنس شيت اللي هو تسجلون به حضوركم، اسمك كل واحد اسمه وايميله، واذا عندكم ايميلات رسميه يعني ثبتوها بالاتندنس شيت، لان ترى احتمال ان شاء الله اذا صار امتحان نهائي 80% حطبوا له بالايميلات الرسميه فحتى تتاكدون هي فعاله وهي تشتغل وبيها الباسورد صحيحه. زين يبقى اذا سجل اسمك، سجل ايميلك بالاتندنس شيت، وايضا حتحلي مثال بسيط مثل واحد من الامثله اللي حليناها. السؤال مثل حنطبي انستراكشن، طبعا السؤال هو كلش بسيط، حكتب صيغته وارقامه بالفورم. انت شلون حتحله او حضراتكم شلون حتحلوه؟ حتيجي تحلي بورقه عادي بيضه، تكتب اسمك عليها، حتاخذ لها صوره وحتيجي تسوي لها ابلود بالاساينمنت نفسها اللي اني كاتبه بيها السؤال. يعني تشوف السؤال شنو، تحله بالورقه وتكتب اسمك على الورقه وتاخذ لها صوره وترجع تسوي لها ابلود بالفورم نفسه حتى وتسوي لها سنت حتى توصلني. لان اني يعني التجرب وياكم هاي الطريقه، لان هي طريقه ايضا تتعلموها احتمالها ايضا تفيدكم بالامتحان النهائي بحل الامثله، واحدة من الطرق اللي نسوي بيها ابلود للمسائل الحسابيه بالكلاس روم. انا طبعا اشكركم شكر جزيل واتمنى ما طولت عليكم اليوم. ان شاء الله نلتقي الاسبوع القادم بمحاضره جديده وبموضوع جديد، واي سؤال اي استفسار اي تعليق على الفيديو على سؤال عندكم على الدرس فاتصلوا بي اما عن طريق الكلاس روم او عن طريق الايميل. شكرا جزيلا، واتمنياتي بالموفقيه بالصحه والعافيه للجميع. شكرا.